وائل عمره 4 سنين، ما بيشارك بالسيركل تايم، بيقعد مع رفقاته بس ما بيتواصل بصريا. بيضل عم بهز لقدامه لورا، بيعمل اصوات بتمه بصوت عالي وبهمهم. كتير بحب يفوت الحمام ويلبس السيفون. احلى شي عنده صف الموسيقى، بس اكتر شي زعج المعلمة انه مش قادر يتبع التعليمات السمعية، وقالت انه عم بحكي معه بس مش سمعني، بعيط له اكتر من 5 مرات ما برد. تقرب لعنده، امسك له ايده وضله ليعمل كل شيء. بس بالبيت بضل حاطط اغاني على صوت عالي، بحب يسمع على الهيدفون باعلى الاصوات وبيغني وبيحكي. وائل يمكن يكون عنده حساسيه منخفضه للصوت، فبيبحث عن الاصوات ليشبع حاسه السمع عنده. فالجهاز العصبي والحسي بحاجه للمدخلات السمعيه، بس اذا في كتير اصوات حده ما بيقدر يميز بيناتها، وما بيقدر يعمل معالجة للمعلومات يلي بده يتلقيها بشكل صحيح.